هذا معمل حج هاشم. ايش كان ينتج؟ كان ينتج يعني ملابس وهاي الشغلات خاوليات. كان يشتغل ايادي عامل؟ كان يشتغل ايه. هسه شو موقع؟ هسه عم فلش يعني خرابه ضربته الطياره وقاعد يعني لو يجون يسووه مثلا يفتحوا مول يفتحوا مستشفى اي شيء يجوز الماده ماله ما ساعد او شيء لازم دعم حكومي يعني ينظفوه هاي اقل شيء بال 50 عامل يصير بيه يشتغل. ايه ايه انتاج محلي. ايه يعني شغل ماكو العالم بطاله الشباب كثير بطاله يعني ما شويه بالذات بالموصل. يعني ما يقضي على البطاله كلها بس يعني يصير بيه شغل يعني العالم تشتغل بيه يصير الشباب لازم يعني اقل شيء ايه فرص عمل يعني. طبعا هذا المعمل اذا اشتغل يحوي له على 400 عامل بس يعني بس عمال ما عدا السواق ما عدا ال ايضا ينتج طبعا ينتج محلي احسن ما مستورد. طبعا هذا الغزل والنسيج مالنا معروفه يعني بالموصل افضل من الانتاج. طبعا افضل افضل. ايش الطالب؟ والله الطالب الحكومه انه دحق بعين الاعتبار على العالم هذه يعني توجد لهم فرص عمل بناء مصانع قبل الشوارع خدمات جسور هاي الجسور المتروكه المهجوره ضروري من الاساس يعني هو الجسور معروف حاج هاشم معروف هسه اذا تروح لبغداد الكاظميه المناطق كلها كان يجي يسوقون منه وبالموصل كان مساعد التغطيه مال الموصل كلها اذا رجع يعني ما راح يوفر طبعا ايش ما يوفر يعني كان اكثر من 200 250 عامل به كان باصات تطلع منه باصات كان هو معمل مختص بوحده مولدته بوحده شغلاته بوحده فنيين ماله كوادره يعني مشهودته يحتاج دعم من الدوله ايضا طبعا طبعا ده دعم على هالاضرار البي طبعا الدعم تسوي ويفيدنا واهم شيء هي فرص العمل للوقت هذا طبعا شلون كل الدور وظايف اي طبعا هو قريب وبداخل الموصل تدري هذا كل هالمنطقه تستفاد منه.